اولا اهميه العمل هذا جاي من اهتمام القياده الرشيده ولله الحمد ودعمها اللامحدود لهذا القطاع ليكون قادر على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات المتعلقه بخدمات المياه بموثوقيه وبجوده عاليه. وهذا الدعم يتمثل في عده مسارات، احدها تاسيس برنامج لحساب الموازنه في قطاع المياه يهدف الى تحقيق الاستدامه في هذا القطاع وتمكين التمويل الذي يحتاجه هذا القطاع لمقابله الطلب المتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي، ويمكن من تحسين جودة الخدمات ورفعها وأيضا التوسعات المستقبلية. هذا الحساب للموازنة آلية منظمة لها برنامج محدد، أحد أركانه عقد اتفاقيات تجارية في هيكل تجاري بين الجهات العاملة في قطاع المياه من إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها، بحيث تكون العلاقات بين هذه الجهات مبنية على الكفاءة العالية ورفع كفاءة الإنفاق والتركيز على تحسين الجودة ومقابلة الطلب. لذلك تأتي هذه الاتفاقيات كركن من هذه الأركان التي تحدد العلاقات في إطار تجاري مبني على رفع الكفاءة.